عيني مش شايف بيها. اه ياما اه عيني ياما يا لهوي، مين اللي عمل فيكوا كده؟ انا عارف ان انت بتحب البسبوسه، جبتها لك بالمكسرات والقشطه من عند ابو رزق، احسن حلواني في المنطقه. يا بنت ما بقاش دمك تقيل بقى، انا جاي اصالحك. قصدك جاي تضحك عليا بكلمتين زي كل مره؟ ما تزعليش بقى، كانت ساعه شيطان وعدت. والشيطان ده بقى مش انت اللي فتحت له الباب عشان يدخل ما بيننا؟ يوه، واحنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما خلاص بقى. يعني خلاص هتبطل تنكد عليا وتنغص عليا حياتي؟ ايه هي بقى؟ تقومي تعملي لنا لقمة حلوة بإيديك الحلوين دول. يعني أنت جعان؟ نفسي مفتوحة قوي آكل لقمة معاك. من عينيا، عشان تعرف بس إن أنا أجدع منك. طب يلا بقى. يلا إيه؟ يلا تقومي تعملي لنا اللقمة اللي هناكلها. اللقمة؟ طيب يا شاهين، بس على شرط. شرط إيه؟ تشيلني لحد بر. ايه؟ اشيلك ده ايه؟ اهو انتوا كده يا ستات، اول ما الواحد يضحك لكم تطمعوا فيها وتسوقوا. جرى ايه يا شاهين؟ كل ده عشان بقول لك شيلني؟ هو انا مش من حق اتدلع عليك ولا ايه؟ لا مش من حقك، احسن لك تلمي هدومك وتتوكلي على الله. واضح ان الخيال شطح بيكي والطموح هيقتلك. كل ده علشان بقول لك شيلني يا راجل. هو انت مستعجله قوي عشان تبقي ارمله؟ مش المثل بيقول لك على قد لحافك مد رجليك؟ والنعمه بموت فيك. طب يلا بقى. احلى عشاء اطيب راجل في الدنيا. والنبي يا رب، والنبي ما تكسر بخاطر اطيب راجل في الدنيا. مية نار؟ لا، ده حد قصدها، قصر يبوظها. ازاي ده حصل؟ وكانوا فين بتوع الامن اللي هنا؟ لقيناهم متربطين ومضروبين ومعدومين العافيه ومرميين قدام المصنع، وديناهم على المستشفى. وما قالوش حاجه؟ قالوا ان في ناس خطفوهم ورموهم في عربيه وغموا عينيهم وفضلوا حابسينهم يومين، فاقوا الصبح لقوا نفسهم قدام المصنع. ناس مين دول عاوزين يأذونا؟ لا ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامتك يا حاج. ليه سلامتك يا حاج؟ أنت شايفاني بكح ولا بعطس؟ لا يا أخويا، لا ما أقصدش يعني سلامتك من الكح والعطيس، بس يعني يا أخويا مش بعادة يعني يا أخويا كده تلبس الحاجات دي، يعني اسم الله عليك في إيه؟ لا ما مش بعادة، إنما يعني برضو. بس اصلها مش عوايدك يعني يا اخوي. هو برضه الواحد لازم من حين لاخر كده يحس بسنه وشبابه. سنه؟
متشكرين قوي ليك يا حاج، اسم الله علينا كاننا بقينا فوق سن الاربعين. يا خبر اكيد لا، ده انتوا الخير والبركه. يا نهار اسود ومنيل، كمان بقينا بركه؟ والنبي يا اخويا ما تنساش وانت راجع تبقى تجيب لي ملايه خضرا تحطها فوق دماغي، اهو تعملني مقام الست السنوره تلف حواليا. انت خلاص بقى طول عمرك كده دمك خفيف يا مضروبه. وانت ايدك بتلسع يا حاج. مبارك يا عسل، عسل بخفه دمك. بسم الله عليك. انما وليدي بقى ايه رايك؟ حلو. لا الحق حلو، حلو يا حاج قمر يا اخويا. احنا عايزين نجيب لها هي كمان ملايه خضرا نلف حواليها. بركاتك يا شيخه دلال. يا قلب دلال، يا عين دلال، ندهت عليا يا روحي؟ سمعت صوت شبه صوتك بالظبط بينده عليا، اتخضيت لتكون انت بتنده عليا يا قلبي. ما استغناش يا قلب الحاج، يا روح الحاج، ما شاء الله. خش يا حبيبتي جوه، انت احسن تستهوي. خش يا حبيبتي جوه احسن تستهوي. اي طيب، ما تتاخرش عليا يا قلبي. مش هتاخر يا عمري. هتتأخر عليك، وحشني. انا هقدر اتاخر عليكي، بس اجي ايه؟ الاقيكي شاربه العصير كله. احبوش. حبي. احبوش. يا لهوي. يا اما. قولي تاني كده. احبوش. يا خرابي. هتوحشني. هتوحشني اوي. لا اله الا الله. محمد رسول الله. ايه ده؟ مش انا اللي قلت ايه ده؟ انت بتقولي له ليه؟ ما تخش على بيتك احسن تستهوي. وانت عامله ايه يا سميحة؟ احسن الحمد لله. احبوش يا حاج. لا اله الا الله. مفيش حاجه دايره دي. عسل. السلام عليكم. قمر يا اخواتي، ايه الحاج اللي لابسه ده؟ ده العصفوره كتر خيرها مقيفاه اجانب. انت يا ولاد انت اللي خرجك من المطبخ ها؟ بتتحشي في اللي مالكيش فيه ليه؟ طب يا ست قولي من وشي بدل ما خليتك في الحيطه. انا مش طايقه نفسي. ما تروش على الحمار ده، انتوا عيله تشيل. الله كده تعور نفسك. مالك ايه العصبيه اللي انت فيها دي؟ انا بحاول اصلحها. ما تصلحهاش. وبعدين ما تضحكش عليا، في حد مزعلك جوه؟ ماما هي طنط اللي جوه دي برضه؟ والله يا ماما. طنط مين؟ اللي بابا اتجوزها. هي اللي قالت لك كده؟ لا بس انا بقول لماما سميحه وماما هدى. وانت اشمعنى يعني بتسال دلوقتي؟ اصل في واحد معايا في المدرسه وانت صبت بابا عشان اتجوز واحده تانيه. ممكن مالكش دعوه بالحاجات دي وما تركزش في حاجه غير في مذاكرتك؟ انت ليه مش بتسيبي بابا عشان اتجوز واحده تانية؟ صباح الخير. يا صباح الفل عليك يا اخويا. صباح الخير يا منعم. ايه ده؟ ولا رد الصباح. منعم ماله الواد ده؟ يا اخويا روح يعمل الواجب، سيبك منه. ما شاء الله ايه الحلاوه دي كلها؟ ايه يا حاج كان فين مستخبي يا اخويا ده كله؟ جنس. جنس اه. ما انت عارفه يا نهار، ولا عندي وقت ابص لنفسي ولا اهتم لنفسي ولا بشوف نفسي خالص. دلال بقى منها عروسه جديده جابت لي الحاجات دي، قلت اجربها بس انا مش مرتاح. ليه يا اخويا؟ ده انت قمر. او النعمه قمر. بس تعرف هي طلعت بنت شاطره، فكرت في اللي احنا ما فكرناش فيه ابدا. وبعدين يا حاج انت لازم تاخد بالك من نفسك شويه. يا اخويا دلع روحك. والنبي استنى اروح اجيب لك بخور ابخرك قبل ما تخرج وانت محلو النهارده كده. لا لا مالوش لزوم يا انهار، كفايه عليا دعواتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الهي يا رب يرزقك، يوقف لك ولاد الحلال يا رب يا اخويا. خلي بالك من نفسك، اوعى البنات تعكسك. بنتي اللذينه ماشي انهار، لازم دايما تتسهوك له وتطلع هي ام قلب كبير. خش يلا بتخبط. يا سميحه مالك يا اختي؟ زينب بتقول انك على اخرك.
يا بنت اللذينة، هي الولاية الناقصة دي ما بتبطلش نبر ونقل كلام؟ وديري وما أعبد ورحمة أمي لكل مولعة فيها الجاز واسخ. طب اهدي اهدي بس كده وفهميني مالك. مالي ايه؟ مالي ايه؟ مالك انتي؟ فيكي انتي؟ شايفاني مالي مالي؟ شايفاني بقطع في هدومي؟ بشد في شعري؟ ايه بقى وصلت المجنونة؟ ستر يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ده انتي مش على بعضك خالص، مش تعرف على بعضك. لا 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 لا، بقول لك ايه؟ بقول لك ابعدي عني انا. هوبا ابعدي عني دلوقتي يا هدى، اطلعي بره يا هدى. مالكو صوتكو جاي باخر الطرقه ليه؟ اهلا اهلا يا حبيبتي، اهلا بالصدر الحنين بالمشاعر الجياشه، واهلا اهلا اهلا بقى عرض الحبايب. اهلا. ايه يا بنتي يا مصرومه مش كده؟ اوعى البنت عكسك يا حاج، تناحيك وسهواك فارغه ودالة، عاجبك قوي يا اختي شكله. اه يا مصرومه عاجبني، وبدل ما انت يا اختي مركزه معايا روحي ركزي مع اللي صرماكي. اه ما تفكرنيش. اه بنتي بكلاس تغزني انا، تخبز لنا وتقول لي خد بالك من نفسك يا حاج، اوعى تتاخر عليا. ماما اقول لها خش يا حبيبتي لا تستهوي، ايه الهندي اللي هم عاملينه ده؟ اخ منك يا حاج، الراجل خلاص خلاص مخه مخه ضرب، عقله خاف. البنت شوف البنت لابسها ايه؟ ده نفسه يلبسه؟ حرام عليه، ده خلاص مخه ساح. انا يا اختي ما شفتش الفيلم الهندي ده، انا مش فاهمه حاجه. يا اختي مش وقتك خالص. انا قلت لك 100 مره قبل كده ان انا مش مطمنه لفكرتك السوداء. بس انا بقى مطمنه وواثقه فيها. ايوه يا اختي، بس كده الحد هيطين عيشتنا. انا عايزه افهم ازاي مصرومه منها وازاي عايزاها تحبل. نركز بقى مع بعض كده شويه. دلوقتي انت البنت دي زي ما انت قلتي بالظبط مش سهله، وبتلعب معانا من الاخر كده لعبه موت. اميه اميه خلاص بقى نركز كده، هو كده لابت فيها البنت لعبه في دماغه، هتركنا خلاص عرفها وتقعد هي وتربع، يعني هي من الاخر كده مش باين لها طلاق. ايوه يا سميحه، بس ده مش معناه يا اختي اننا نديها الفرصه وتبقى واحده زينا. وبعدين انت عارفه الحاج كويس، لو ما طلقش دي هيفكر في واحده تانية يا اختي وتعجبه ويقرر انه يتجوزها، وساعتها يا اختي هيضحي بواحده فينا. يا اختي توكسي، ده انا اللي بديهم حبوب منع الحمل، قولي لي هعمل ايه لما يعرف ان انا اللي ما اديتهاش الحبايه؟ قولي لي هعمل ايه؟ حقك عليا. انهار اتقالي يا انهار، انت ست واعيه وعارفه كويس ان مفيش دواء لمنع الحمل ممكن يشتغل 100 100، دي حاجه يا حبيبتي كلها بتاعه ربنا، والحاج راجل بتاع ربنا وعارف كده كويس. ايوه صح، وهو ما بيطلقش يا اختي حد خلف منه مش كده ولا ايه؟ كده يا اختي، بس انا خايفه لا يعرف وساعتها هيطين عيشتنا. مش مهم، بس المهم انه خلاص هيبقى اتجوز 4، يمكن يتهدى ويهدى شويه. وبنت لازم اطلع عينيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه هنا مالك بتسمري كده ليه؟ لا مفيش يا حاج مفيش. القميص عامل شغل ها؟ قوي بجد مختلف، لا بجد مختلف. مختلف؟ ندمنة؟ على ايه يا حاج؟ عشان استعجلتي في الجواز يعني؟ لا يعني. يا انا بهزر معاكي، انا بحب اهزر معاكي، بحب اشوف خدودك اما تحمر من الكسوف كده. كلمي مش حد اخليه يجي لي. امرك يا حاج. في حد سأل عليا؟ استاذ صفوت مستنيك من بدري. صفوت مين؟ صفوت يونس؟ ماشي. ايه؟ انت اول مرة تشوفه قميص؟ لا 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 لا، انبهار انبهار. اولا حمد لله على السلامة، ثانيا يلا بينا، مفيش وقت، لازم تيجي معايا النهاردة وتبص بصة أخيرة على المدرسة، عشان نمضي العقود بقى ونبدأ الشغل. يا اخي واحدة واحدة عليا، انت مستعجل كده ليه؟ سيبني اخد نفسي. انت مش عايز شغل بما يرضي الله؟ طبعا احب الشغل، انما اصل المول اللي افتتحه قرب، وانا المول واخد وقتي قوي. وانا يا سيدي مش هشغلك بأي حاجة بعد كده، بس نخلص من شوية الترتيبات الأولانية دي. ولا انت مضايقك حماسي ولا ايه؟ لا بالعكس، بس انت عارف ان في فرق بين الحماس والاستعجال. لا ما تقلقش، أنا عارف الفرق ده كويس جدا، بس أنا عايز أشتغل. وأنا كمان عايز أشتغل، على البركة. يعني إيه؟ هتيجي معايا النهاردة؟ هاجي معاك النهاردة، ياه. طالما الشغل بما يرضي الله، نشتغل. نشتغل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
يالا ده ايه ده؟ معقولة يا تسوق ايه؟ واحدة ست تعمل فيكم ايه؟ تقولش ست، دي أربع رجالة في بعض، دي مرمطت بينا الأرض، دي سحبت الواد شعبان من رجله زي الصرصار، وهاتك بالشبشب لغاية ما فعصته. يعني ست مفترية. مفترية دي أول درجات الرحمة بالنسبة لها، الحمد لله لحقنا البنت اللي أنت بعتها معانا طلعناها من تحتها زي ورقة البفر. يعني العملية هيك فشلت. الست دي تفشل أي حاجة يا باشا، دي فشلت جوزها نفسه، أنت فاكر شعبان ده كان إيه؟ كان طويل، شعره ناعم، وعينيه خضرا. بس انتوا شو خليكم تروحوا على بيته؟ ما قلتلكم تاخدوه برا؟ مرضيش، ولما عرفت ان مراته برا البيت قلت فرصة، كنتش عارف بقى انها هتطب علينا بنت المفترية دي. يعني حكاية بيروت هلأ فشلي؟ لا هنجرب تاني وتالت، بس انت يعني بعت لنا حتة احلى من الحتة اللي فاتت. خليها بعد اسبوع عشان ما يخاف، يعني بعد ما يفتحوا المول. هو كان صحيح طيب وغلبان وعايز يعمل اي حاجة عشان يرضين، بس هو ما كانتش حيلته حاجة. في ناس كده حظها بيبقى قليل، حتى بيبقى عمرهم قصير وبيروحوا في طيس. وما اتجوزتيش تاني ليه يا خايبة؟ يا بنت يا بنت انت لسه صغيرة وحلوة، والف مين يتمناك. سوء الحلاوة جبر خلاص يا أبل، الواحدة مننا عشان تتجوز لازم لها شوية قرشينات كده عشان تساعد بيهم، يا اللي بقى تروح تتجوز لها واحد قد عمرها ثلاث مرات عشان يصرف عليها. يا بنت اللي انتي بتقوليه ده مالك محسساني كده ان عندك 100 سنة؟ يا بنت انتي لسه صغيرة على الكلام ده. صغيرة ولا كبيرة خلاص ما بقيتش فرق. معلش يا قبلة دوشتك بحكاياتي ومشاكلي، اما اخش اعمل الروز. حول الله يا رب. على فكرة عمور احنا محتاجين نعمل بروفيت يونيفورم. عارف المشكلة مش عارف اعمله فين. على فكرة انا اعرف واحدة ست بتفصل كويس جدا، ممكن نخليها توري لنا كذا شكل واحنا نختار منهم اللي احنا عايزينه. طب والله فكرة حلوة، ما تاخد لنا ميعاد معاها. ايه ده هو ايه اللي بيحصل في الجامعة ده؟ لا مش عارف، بس هو كده بيعملوا مشروع ولا ايه؟ ده المشروع ده يركبوه هناك في اسكندرية بنص جنيه. عايز ايه خفيف؟ ايه ده انت سامع حد بيتكلم هادي علاء؟ ده شكله دبور وعمال يزن. يا عم انجز وقول عايز يخلص. وانت مالك يا ابن اللي هو في ملك الحكومه؟ على فكره الكافيتيريا دي بتاعت عم وهو اشتريها وهيشغلها، يعني انت دلوقتي واقف عنده. انت خلاص بقيت المحامي بتاعه؟ الله الله الله، ما تلم نفسك يا ده، انت وهو ما حدش مال عينكم هنا ولا ايه؟ يعني خلاص يا عم دول مجانين، يعني ملوش لزوم الكلام ده بقى. بس اتفضل يلا يا حازم مننا دلوقتي حالا بدل ما اشتكيك للعميد كده. اه ماشي يا دينا، عشان خاطرك انت بس انا هسيبهم. سلام يا ولا بلاش السلام. عمرو خلاص حقك عليا انا، انت عارف اللي فيه. مش عارف يا ورس، مش عارف لما تشوف مهندسين الصيانه هيقولوا ايه، وبعدها نقرر نقول ولا ما نقولوش. انا عرفت انه راح الشركه وممكن يشم خبر يا حاج. ربنا يستر. خير يا باشمهندس. والله يا حاج ميه النار كانت التروس كلها وسيستم المكن كله وقع، ولازم بتوع بلادها هم اللي عالجوها يا حاج. بتوع بلادها؟ ودول هنجيبهم منين دلوقتي؟ السيستم واقع يا حاج، والكمبيوتر بيهنج ومش قاري اي حاجه. يعني ايه مش قاري اي حاجه؟ اخرب بيوت مستعجل يا جدعان، ده احنا ماضيين عقود بملايين، اعملوا معروف اتصرفوا. نتصرف ازاي بس يا حاج؟ والله لو في ايدينا اي حاجه كنا عملناها. يعني ايه؟ مفيش فايدة؟ دي تبقى كارثة. إن شاء الله ما تحضروا افتتاح المول هتشوفوا الشغل اللي على أصوله، شغل يعني. وهتعرفوا ساعتها بقى أنا كنت بفكر فيه. أيوة يا حاج، بس الشغل في لبنان محتاج تركيز أوي. ما اللي موجود يا حنفي، شو راح أسوي؟ أنا راح أكون عيون الحاج هونيك. أيوة بس اللي نعرفه يعني إن نسبة المحجبات في لبنان مش كبيرة أوي يعني. بالعكس هي كانت قليلة من كم سنة، بس أنا بعتقد إنها بتزيد وعم بتزيد. شغل الصياد ممكن يكون مغري لحل أزمة الشياكة في الحجيج. هو ده اللي أنا بدور عليه، هو ده اللي أنا بدور عليه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. مش عايزهم يحسوا إن الطرحة الواحدة متبهدلة، لا ولا الواحدة شعرها وحش ولا بتخبي جمالها، لا لا لا، عايزهم يحسوا ان الطرحة هي بالطرحة هتبقى اشيك واجمل.
يا سلام عليك يا حاج، هاي دي فكرة الإعلان اللي راح نعمله. وعايزك تركز لي على فكرة الجمال الرباني، الجمال الرباني واللبس الشيك والغالي، آه كده يستقبلوا الطرحة بشكل جديد. أيوة، يبقى المفروض بقى حاج قبل ما نبدأ ندرس السوق هناك كويس ونعرف حركة البيع والشراء. آه إحنا هنبعت لهم بضاعة غالية قوي ما ينفعش تتركن هناك. كلام موزون جدا، كلام موزون جدا طبعا، خصوصا ان دي هتبقى موديلات السنه، يعني لو فضلت وما اتباعتش هتقدر وهتفقد قيمتها، واللبنانيين بيحبوا الموضه. بالظبط. اطمن اطمن اطمن، انا جاهز لكل شيء. خلاص يا حاج، ابى انا اشوف واتابع وراجع مع الاستاذ زكي. على البركه، واما توصلوا للميعاد المظبوط ابقوا ادوني خبر. ماشي. ويا ريت يا استاذ مروان تشرفنا في الافتتاح بتاع النهارده. اهو تبص برضه تشوف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. تكرم يا حاج، تكرم. فايف ستارز احجز له يا زكي. كمان فايف. اه ماشي. بس في شيء مهم لازم راح نعمله. مهم ازاي بقى؟ نخصص جزء من الدعايه لفكره السبونسر شيب. جميل. اللي هو ازاي يعني؟ عقد، عقد رعايه للندوات النسائيه. اه زي الاعلانات في ظهر فنانات اللعيبه. بالظبط. ايوه. ودي تكلف كام؟ شي 10 مليون. يا نهار اسود، ده كتير قوي. مش مهم، المهم هيجيبوا قصادهم كام. اوه كتير يا حاج، خصوصا ان اللي بيحضر الندوات والمؤتمرات هي نسوين من كل الدول. طب ما نحط اسم الصياد على فنلات النادي الاهلي. ايه والله فكره حلوه. مش وقته يا حاج، دي هتحتاج رقم اكبر بكتير. انت قلت لي بيحضرها ستات كتير. اوه نسوين اشكال والوان يا حاج. يبقى البركه. ده واحد مؤذي وعايز يورطك معاه في اي مشاكل وخلاص، ما تبقاش انت طيب وتديه الفرصه دي يعني. يا حبيبتي انا عايز اعرف الواد ده بيكرهني ليه؟ يعني انت مش عارف ولا انا ما استاهلش؟ يعني ايه مش فاهم؟ انت وعدتيه بحاجه؟ ايه يا عمري ده؟ لا طبعا. خلاص يعني ما خدتكيش منه، امال ليه بقى حاططني في دماغه؟ علشان هو متدلع، وعلشان هو متعود ان اي حاجه بيعوزها بيلاقيها، وعلشان هو مش قادر يتخيل فكره ان انا فضلتك انت عليه. انا مش فاهم الكلام ده، انا عايز اركز في الشغلانه، عايز انجح. على فكره متاكده انك هتنجح. والله ثقتك ده اللي مخوفاني. تقدها على فكرة. لو انت جنبي. احنا عملنا كل المحاولات الممكنة قبل ما اقولك، كان نفسي قوي قوي يا ابني احلها قبل ما تعرف، لكن لما فشلنا كانش قدامي حل تاني غير ان اقولك. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ومهندسين الصيانة قالوا ايه؟ قالوا السيستم اتضرب وغالبا يعني مش نافعة تاني. مرسي. نعم يا حاج. العمال والموظفين يروحوا، يوميتهم ماشيه زي ما هي. يلا لحد ما نشوف هنعمل ايه. تحت امرك يا حاج. يلا يا جماعه روحوا، انتوا النهارده اجازه. يلا بعد اذنك يا حاج. اتفضل يا مرسي. ده يا حاج، ده يا حاج نفكر هنعمل ايه في الموضوع ده. ربنا يجازي اللي كان السبب. يلا ربنا يجازي اللي كان السبب. انه لله. واضح يا حاج ان في حد من اخوان ورانا، في ناس عايزه تخرب بيتنا باي طريقه، عشان كده احنا لازم نفتح هنا كويس قوي الفتره الجايه دي. داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا. ربنا يا ابني ينصرك على مين يعنيك. انت عارف معنى ان احنا غير المكان ده يا حاج؟ عارف يا فواز عارف. حسبناها وطلعت فلوس كتير قوي. حد يا ريت على الفلوس. يا ريت على الفلوس. غير الطلبيات اللي هتتأخر على الناس، يعني شروط جزائية هندفعها. طيب هي هتأثر علينا جامد. غير اللي ظاهرين هيبقى مكشوف في السوق. العمل العاملة دي فاهم الكلام ده كويس قوي. بس لو أعرفه وعز الجلال الله كنت راكب له سوسته في رقبته. مش ده الحل يا حاج، مش ده الحل. الحل ان احنا نلاقي حل وصرفه بسرعه قبل ما سمعتها تتضرب. لما اتاخر الشغل الناس هتقلق وسمعتها تتضرب.
بتفكر في ايه يا فواز يا ابني؟ انا عايزك يا حاج من غير تكليف يعني ولا مؤاخذه تشوف المهندسين بتوعنا يكتبوا تقارير عن المكنه على ورقه المكنه المشكله السبب في تقرير بسيطه يا حاضر دي بسيطه خليهم يكتبوا تقرير وانا هبعت اجيب مهندسين تانيين يكتبوا برضو تقارير الله طب وبعد التقارير دي كلها ناوي تعمل ايه؟ هبعت التقارير دي كلها يا حاج على المصنع اللي يا بنت ما تبقيش عبيطة أمال ونخر من أول قلم كده أنت عايشة في وسط عقارب يعني لازم تربي ضوافرك وتسنيها عشان تعرفي تخربيش وتاخدي حقك الدرة مرة ولو دايبة في العسل يعني ما يضحكوش عليكي بضحكة حلوة في وشك ولا كلمة متعصب الأوانطة فتحي مخك وفنجلي عينيكي مش معقلهم أم كنجرها لا يرقب مصمص الشفايف ما تجيبش نتيجة في الحاجات اللي زي دي لازم توقفي توريهم انك واقفة وجامدة واللي يسقعك قلم اديله 10 بس بلطافة من غير ما حد يمسك عليك حاجة كل غربال جديد وله شدة وانتي الجديدة يعني وترك لسه مشدود في قلب جوزك اوعى تسيبيهم يتعلقوا بيه ويقلشوك انت وخذي بالك هو دلوقتي رهن إشارة رضا منك اللي عرفونا بقى والشطارة انك تخلي رهن الإشارة دي على طول يعني شوية دلع على شوية مسكنة مع دمعتين عند اللزوم على ضحكة حلوة في وقتها تقدري تاخدي تحت باطك ويبقى خاتم في صباعك ما عندكوش مانجا عندكم سلامتك سلامتك من أعمالكم صلت عليكم انت بتشمت فيا ماشي اشمت اشمت انا تقول لي بركاتك يا ابو سميحه ايوه بص منظرك كان يفطس من الضحك فكرتني بيه الله في سماه لو اوريهم هما الثلاثه يا ابني الراجل لهبل بس اللي يفتكر انه يقدر على مكر الحريم ده ربنا سبحانه وتعالى قالها ان كيدهن عظيم صدق الله العظيم والعيال ولاد الكلب متسلطين عليا طبعا مش بيدافعوا عن امهاتهم ده زي ما يكون قتلت لهم قتيل احسن علشان بقى تهدى وتتهدي شويه قول لي ان ناوي تريح لحد امتى والله تعبان جدا مش عارف حاسس ان انا محتاج الراحه وبعدين يا ابني الشغل اللي متعطل الراجل بتاع لبنان اللي واصل ده المول اللي عمال يتأجره افتتاحه كل شوية والله ما انا قادر اتحرك يا حاج ظهري مش قادر افرده البيت كانت بتغرق في المية شربت مية حمام السباحة انا جيت شفت المنظر بتموت رحت طاير نازل في المية نزلت قاعد ولا يهمك يا ابني تعيش وتاخد غيرها طيب انا هقوم بقى اوصل لسايبك شكلهم جايين ناويين على بيات الحق اروحهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دودو 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 هيكون اغمى عليكي تاني يا روحي لا 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 في الحمام اديني بس 5 دقايق وخارجة لك على طول 10 يا روحي براحتك خالص يا نهار كوباية العصير بقى واللي بيلي بالك يلا اوعي تغلط يا نهار ماشي سلام يا حبيبتي برضه هتعملوا اللي هو عايزه عندك حلتين اديها لها هو يا ستي وبعدين يعني ايه حاجه دلوقتي احنا في عز الضغط ما يستنى بالليل ولا خلاص مش قادر ما تستني على الهار بدل ما الجنونه تطلع ما تبعدش عني بدل ما اطلع الجنونه على اصول عليكي في ايه انا مش عارفه هي بتعمل كده ليه هتستفيد ايه من اللي بتعمله ده
وانا مش عارفه يا اختي انت اللي مضايقك المره دي، لا هي اول مره ولا هتكون اخر مره. يا ستي حرام عليكي، ما احنا كده بنسهله اللي هو عايزه، الراجل في الاخر بيعمل اللي هو عايزه. معلش يا اختي، احنا اللي عودنا الحاج على كده. لا يا حبيبتي لا، خلينا محددين، انا عمره ما طلب مني حاجه زي كده ولا يقدر يطلبها لانه عارف اني مش هعملها له. بس الهانم كتمه الاسرار، القديسه عايشه في دور القديسه، هو بيطلب منها هي بس وهي بتنفذ عشان يبقى راضي عنها. تكذبيش على نفسك يا سميح، كلنا يا اختي بنسعى لرضا الحاج وكلنا بنيجي على كرامتنا عشان خاطره، يعني انهار مش لوحدها. لا لا يا حبيبتي، انهار بالذات عايزه تبقى اقرب واحده للحاج دايما، حتى لو عملت اي حاجه مش في مصلحه اي حد فينا. انا عارفه الكلام ده من ساعه ما دخلت البيت ده، بس لعلمك ورحمه امي ما هتسكت لها. انهار يا اختي ما بتعملش حاجه اكتر من اللي احنا بنعمله، وبعدين يا اختي لو الحاج طلب منك ان انت اللي تديها الحبايه كنت هتجري على ملا وشك وتعمليها. جرى يا ست انت، انت معايا ولا معاه؟ احنا الثلاثه في الهوا سوا يا سميح. البرفان اللي انت جايب لي منه وافوق كده من الهدر اللي خدته امبارح. وده كلام تفوق انت والدواخين. انا دايخ. سلامتك يعني، الف سلامة. سلامتك. دايخ اوي. الهوي. خدي بقى من العصير ده. لا عايز اكل الاول. ده ساقع وكله فيتامينات قبل الاكل. احبوش خرابي. ثواني يا حبيبتي واجيب لك احلى اكل قدامك على السرير، بس عشان خاطري خدي بق من العصير ده. احبوش. احبيه بقى. احبوش. احبيه. احبوش عشان فواز. عشان فواز. احبيه. 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 وده موديلي بقى عامل شغل جامد قوي قوي في المناطق الشعبيه. مناطق شعبيه ايه يا شحاته؟ اقول لك بيروت. بيروت تقول لي مناطق شعبيه؟ ايوه ايوه بيروت. حاضر حاضر فهمت طلبك. حاضر. ترد عليا يا شحاته، هو المخزن ده ملوش مدير؟ كل يا حبيبي انت خضتني، بدور على موديل 42 او 43. يا عم شعبان ده ما بيشوفش، شوف له موديل 42 و43. يا دي شعبان اللي ما فيش غيره في ام المخزن، روح يا شعبان تعقل. صبح يا باشا. ادي يا عم 42 43 اهم يا باشا، شايف موديلات اخر تحفه. يا اخ شحاته. شحاته بتفهم علي؟ برجوك انا بدي ملابس بتليق على طبيعه ومناخ البلد عنا. ايوه ايوه حاضر حاضر فهمتك. حاضر حاضر. بص ده بقى موديل عامل شغل جامد قوي 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 مع بنات الجامعه والنوادي وارباب الكافيهات. هيدي الملابس ممكن بتصير عندنا مليح. اوكي شحاته، اعمل لنا حصر بكل انواع الموديلات اللي بالشكل ده، وهات لنا منها عينات واحنا نشتغل عليها. حاضر من عيني. سوقي. همتك معانا يا اخ شحاته. شحاته شحاته. شحاته. منيح اتفضلوا. السلام عليكم. سلام. شحاته. شحاته. نعم يا ست سوقي، في ايه؟ بقول لك يا شحتوت. ها؟ مين الناس اللي كانت بتتكلم انجليزي دي؟ دول ناس هتصدر لهم شغل ان شاء الله. وايه حكايه بيروت دي؟ هو الحاج هيفتح محل هناك ولا ايه؟ انت مالك يا تسوق؟ ما تخليك في شغلك، ده تاريخ مقاوي. الله مالك انت حماك كده ليه يا عم؟ هو بيطمن على الشغل برضه. اطمنوا، الشغل تمام التمام. هنزلكم بقى عشان الناس مستنياني بره. مع السلامة يا عم شحاتة. بقول لك يا ديسكو،
انت بتفكر في ايه؟ عشان انا مش عارف افكر اساسا. صاحبك يدفع كتير قوي في الخبر ده يا ابني. ليه؟ تصدق صح؟ بس خبر ايه اساسا؟ طب روح 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 يا شعبان، نحط حاجات دي. روح يا شعبان روح. طب ما علي اني غبي يا ابن الذكية. نهارك اسد ومنيل يا سي شاهين. بتقول لي انا الكلام ده؟ وقدر لسانك يطوعك وتنطقها غصب عني يا نعمة. الشيطان كان بيلعب بدماغي. الشيطان بيلعب بدماغي لنفوسهم ضعيفة وعقولهم صغيرة، وانا بعد اللي انت قلته ده مستحيل اعيش معاك تاني. استني بس يا نعمة، رايحة فين؟ رايحة في 60 دقيقة. استني بس، ما تفهميش الكلام اللي انا قلته غلط. انا كان غرضي، غرضك كان باين من يوم، لكن انا اللي ما كنتش فاهمة. انا وانا اللي كنت فاكراك هتشيلني من على الارض شيل وهطير بيا فوق في السما. جيت كسرت قلبي وموت فرحتي جوايا، بس ما كنتش فاهمالك. لكن دلوقتي خلاص فهمت وبانت نيتك. انا ماشيه يا سي شاهين وسايبالك البيت. اقعد انت بقى في حضن شطانك، خليه يغويك ويلعب في دماغك عشان تعرف تقول ان مراتك. نعمة، للدرجة دي مش طايقة ايدي عليكي؟ سيبنا روح لحالي يا سي شاهين. ليه بس سوء الظن اللي فيا ده؟ الكلام ده تقوله لنفسك مش تقوله لي. انا قلتلك كده عشان خايف على اللي جاي، خايف لا يتكتب على ابننا انه يعيش من غير اب. انا كبرت يا نعمة وما عادش فاضل في العمر اللي يكفل تربيته. ما هو ده اللي انا كنت فاهماه في الاول، حتى كان مهون عليا معاملتك السودة ليا. لكن بعد ما طلبت مني ان انزل اللي في بطني ملهاش تفسير تاني غير انك شاكك فيا وخايف لا يكون اللي في بطني ده مش هيك. بس كفايه كفايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انسي اي حاجه اتقالت، يلا لم هدومك ورجعيهم تاني الدولاب. يا سلام، انسى؟ ايوه، اللي يتقال ساعه شيطان لازم يتنسي. أنا هروح أتوضى وأنزل الجامعة أصلي، يمكن ربنا سامحنا. اللهم سامحنا، اللهم سامحنا. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. آه يا ظهري، آه يا ظهري، اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج، اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج. ولسه أنتِ لسه شفتي حاجة؟ يلا يا زينب. معقولة اللي انت ملبسهولي ده يا دلالة؟ ايه يا حبيبي مال؟ ده حتى زي القمر عليك الموف اللي راح ياكل منك حتة. صحيح؟ طبعا ومبين سنك كمان. حبيبي عيون حبيبك رجل دودو لسه بتوجع. يا خبر ابيض، ما هي دودو بتدوس جامد قوي على رجليها. طيب حبيبي ينفع يشيلني لحد السفرة هناك؟ أشيلك؟ آه يا بيب تشيلني ولا أنت مش عايز تشيلني؟ هي دي أول مرة يعني ولا دي أول مرة؟ شيل يا حاج، شيل يا حبيبي، ربنا يديك الصحة وتشيل. أشيلك طبعا يا روح قلبي، انما بلاش التسيح ده، ناخد عين. اه صح، اسم النبي حرسنا وسيننا. طب ايه، الحاجة هيشيلني ولا مش هيقدر يشيل؟ اقدر ان شاء الله، نقدر بعون الله. اه البركة. ها على السفرة؟ اه دي مش السفرة. يا حلاوتهم. شورت وفانيلا وشالها على ايده في وسط الصلاه قدام الناس كلها، اللي ما اتكسف وعينيه كانت كده ما حطش في عينه حصوه ملح. ونهار يا اختي عملت ايه؟ ما استحملتش المنظر، الطاجن وقع من ايديها اتدشدش 100 حته على الارض. اخص عليك يا حاج، بقى كده تخليها تحرق في دمنا بالشكل ده؟ يا جماعه يلا الحاج بيقول لكم تعالوا اتغدوا، انا مش هقعد مع الناس دي على ترابيزه واحده ابدا. والست انهار برضو بتقول لكم تعالوا كلوا عشان ما تقعدش معاها لوحديها، بتقول لكم يلا وما تبقوش واطيين. ما تحترمي نفسك يا وليه انت. انا مالي، مش هي اللي بتقول؟ اوف بقى، بقول لك ايه، روحي قولي لهم اني مصر. روحي قولي لهم جايين يا زينب. يا اختي
انا لو شفتها دلوقتي هقرقش مصارينها بسناني. معلش يا سميح، دي عاده وما ينفعش نقطعها. لا يا شيخه، تتقطع رقبتها في التحرير. القادره بنت البواب المعفن اللي عامله نفسها بنت بارنديلو وعماله تتمايز وتتدلع عشان تغيظني، وديني لقطع لسانها من اللي غليه. معلش يا اختي، تعالي على نفسك شويه وان شاء الله هنحلها. حل وسطها البعيده. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، لحسن الحاج هيزعل مننا، ومين عارف هي عماله بتقول له ايه ولا بتسخنه علينا ازاي. بس انا بقول لك اهو، لو ضايقتني مش هسكت لها. هقرقش رقبتها. بالراحه بالراحه يا اختي، تعالي تعالي. ماشي، معلش عشان خاطر، عشان خاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا روحي، خدي من ايديا. احلى باكل يا حبيبتي، باكل. كلي انت بقى عشان خاطري. طب اخر واحده. احبوش يعني ما بتاكلش يا حد؟ ده الاكل تحفه. تسلم ايديك والله يا نهار. حاجه كده صلي على النبي يا نهار. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم. بالحنا والشفا يا حاج. ايه الرزيه اللي على بقك دي عليا؟ حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام، انا شبعت من دلعك كفايه وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي، وانا عاملها لك بايديا الاتنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها يا نهار. مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيات اصلها ايه حكاية. اهلا حبيبي. حبيبتي حبيبتي يا مزه، مستنيينكم عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمه كده باذن الله. الملوخيه يا زينب. عادي يا ستي. الملوخيه حلوه. ايدك معايا يا سميحه. يا حبيبتي هات. والله خلاص يا بنتي، ما حصلش حاجه. كل ده اصلا انا هنا من الساعه 7 الصبح. وايه اللي معاك لغايه الساعه 6؟ انت مش بقالك 5؟ الاستاذ صفوت جوه معاه مرسي وشحاته والاستاذ زكي، بقالهم يجي 3 ساعات. انا عارف، وانا جاي مخصوص عشانه. بقول يا حاج، هي حكايه المدرسه دي هتيجي على دماغي ولا ايه؟ انا هنا من الساعه 8. طب وقاعده ليه؟ ما تروحي انت. الحاج موصيني قبل ما امشي لازم اقفل مكتبه. طب خلاص انا هخش الملك الليله دي عشان تروحي انت. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك. يلا كملي انت نومك لغايه ما اخش اوزعها. ماشي. ايه ده؟ انت ما صدقتي هتنامي بجد؟ بس هصحي يا بنتي. كده الامور كلها بقت جاهزه، مش فاضل غير امضه فواز ونستلم المدرسه بشكل رسمي. ان شاء الله. الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليكوا قاعدين يا اولاد؟ اتفضل هنا يا حاج. اتفضل يا حاج. ايه 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 الاستاذ صفوت يا حاج جاي سخنان علينا ومتحمس عشان موضوع المدرسه لدرجه هيخلينا نغير نشاطنا ونلبس مرياله. والله يا جماعه انا مش قصدي ابدا ان اعطلكم معايا. لا لا لا، ده شحاته بيهزر معاك، ما يقصدش يا استاذ. لا بجد يا حاج، بسم الله ما شاء الله صفوت متحمس جدا، اصل حابب الموضوع قوي. انا نفسي يا حاج نتفادى كل اخطاء المدارس التانية ونوصل بالمدرسه بتاعتنا دي ان شاء الله لاعلى مستوى. ما شاء الله عليك، اهو ده حماس تشكر عليه. فواز ابني كمان متحمس قوي لدرجة انه مصمم بيبقى في لجنة اختيار المدرسين. وكمان عملنا اعلانات وجالنا طلبات كتير قوي. وانا جهزت ملف بكل السيفيهات اللي اتبعتت عشان نختار منها المناسب قبل المقابلة. اصل العدد كبير قوي وكان لازم يتغربل يا حاج، عشان كده اشتغلنا بنظام السيفيهات. المهم يا اولاد لازم يحسوا بفرق عن غيرنا، وده لا يمكن يحصل الا بمرتبات محترمة تناسب قيمة شغلهم. الله الله عليك يا حاج، هو ده الكلام. وبالشكل ده نتفادى مشكلة الدروس الخصوصية، والمدرسين يدخلوا على الطلبة يشرحوا لهم بقلب، ما يبخلوش عليهم بأي معلومة. صدقوني يا جماعة، أنا سافرت بره وشفت المدارس هناك واشتغلت فيها،
وعرفت كويس قوي ايه الفرق اللي بيننا وبينهم، وليه هم افضل مننا، وليه المدرسين اللي عندنا الكفاءات بيهاجروا ويشتغلوا بره بمنتهى الاخلاص والامانه. والسبب حاجه واحده بس، طبعا الفلوس. الفلوس طبعا، بس في فكره اساسيه في الفرق اللي بيننا وبينهم، ان المدرس عندنا اتحول لموظف، وموظف غلبان يا عيني، مرتبه ما بيكفيهوش لاخر الشهر، وبيبدأ بقى يدور على دخل تاني ومصدر إضافي لدخله، وهنا بتظهر المشكلة. ما شاء الله عليك يا أستاذ صفوت، ما شاء الله عليك يا راجل، واضح إن حماسك فعلا زايد قوي لدرجة هتخليني يعني ما الحقش صلاة العشاء في الجامع. أنا آسف إني عطلتكم مرة تانية، بس والله يا جماعة الموضوع يستاهل بجد، وفواز ليه في رقبتي جميل، نفسي ربنا يقدرني وردهوله في المدرسة دي. وعرفت شو اسمه؟ محدش قال اسمه قدامنا. يعني انتوا متأكدين انه لبناني؟ طبعا متأكدين، بيتكلم لبناني زيك بالظبط. طب كويس كتير، هيدي العملية اللي انا عم بستناها، بدنا نعرف نوع البضاعة والكمية وحتتصدر لمين وامتى حتوصل. هيدي العملية اللي انا طول عمري عم بستناها. حيلك حيلك، انت مالك دايس فينا كده كأننا شغالين عندك؟ مش الاول نفهم ايه العبارة؟ لا، قبل ما نفهم ناخد حق المعلومة الاول، وبعد كده نتكلم في اللي بعده علشان نبقى في الترسينة. الحساب بيننا بيجمع مثل ما بتقولوا، والشغل هيدا كلنا حنكسب منه مثل ما قلت لك يا تسوقي. مؤاخذة يا باشا، احنا دورناها في مخنا لقيناها خسرانة، وبنشتري سمك في مية، احنا ناخد حقنا أول بأول ولا يا شعبان؟ ده هو كده يا باشا، عشان الشغل بيننا يبقى على مية بيضة. قول لي شو طلباتكم يا آدمي؟ صحيح العبارة كده، احنا في الجيرينيه ومقشفرين على الآخر، ويلزمنا فلوس، وعلى قد ما هتدفع المرة دي على قد ما يكون التظبيط المرة الجاية علشان تبقى راضي عننا. فهمت فهمت، بكرة حيكون في عندكم مبلغ محترم جدا، والحساب بيناتنا بيجمع. ماشي يا باشا، يمشي الكلام كده، تشاولينا على السكة نجري فيها جري. ما في غير شحادي، شحادي هو اللي كان معهم، وشحادي اللي عنده كل التفاصيل. احنا سألناه ما رضيش يقول لنا. يا حبيب قلبي، ما بينفع هيك سؤال عالطاير. انت عايز تقول ايه يا باشا؟ شحادي ضعيف كتير قدام الستات. نعم يا اخويا، يعني ايه؟ يعني لو اتظبطني قعدة حلوة حيخر ويكر كل اللي بيعرفه، واحنا ما بدنا غير اللي بيعرفه. طب وهنعملها ازاي دي؟ سيبوا التفاصيل علي والتنفيذ عليكم. هترمي نفسك في نار جوازة زي دي مهما دقت منها حلاوة، لسعة نارها هتخليك تتقلب على الجنبين. سعاد يا سعاد، سعاد يا راحت فين الولية دي؟ ايه ده؟ انا بايت عند ماما عشان خالتي عندها، العشاء في التلاجة ما تسخنوش عشان ما فيش انبوبه. سعاد يا فرج الله، الحمد لله، احمدك واشكرك يا رب، اخيرا هنام لوحدي. ايه ده ايه ده يا لهوي، لكن رجعت في كلامها. الو مين دي؟ سوقي؟ فيها تسوقي؟
المخازن فيها حاجة؟ أمال في إيه؟ أخرج أتفسح؟ لا 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 لا، أنا ماليش بقى الحاجات دي يا عم. أنا ما صدقت إن مراتي بايتة عند أمها النهاردة وألاقي مكان أنام فيه. يا عم اخلع من نافوخي بقى، متقاش رخم أوي. سلام. وحبرطع على السير اللي وحدي أنام على السير اللي وحدي، حبرطع على السير اللي وحدي أنام على السير. كده ولا كده ينشن عين واحنا مش ناقصين. دول نسوانك دول تتدبف عليهم رصاص. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب كده صح. انا عودتك يلا حبيبي، يلا بينا. فين؟ مش هقطع طبق الفاكهه الاول؟ سيبك من الفاكهه. الله، عشان تتغذى. الغذاء مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوه وتمسكني. لا يلا ادي امسك. لا مش هتعرف. طب وريني. طب انا اهو، انا اهو. انت عايزها بجد؟ مسكتك. انا اللي خليتك. هوبا. طب هعمل دوشه، هعمل دوشه. الحقوني يا ناس. الحاج الحاج يا عيني على الحاج. ماله الحاج يا اختي؟ ما هو زي الفل اهو. ده اللي جرى واللي حصل لا يتقرى ولا يتشاف. بقى الحاج فواز، استغفر الله العظيم، يطلع منه التصرفات دي؟ سامعين يا امه؟ سامعين. لا، السمع غير الشوف يا ستي. بقى الحاج فواز يتصرف تصرفات لا تليق بسنه ولا في مركزه ولا في مقامه. لا، الراجل هيضيع منكو. انتوا لازم تتصرفوا، انا بقول لكم اهو. يا اختي انت قلتي حاجه لسه؟ ما تقولي فيها ايه عشان نعرف نتصرف. قولي لنا يا اختي شفتي ايه؟ الهانم الجديده هتطير برج من عقل الحاج. شفته هو بيسحب زي العيال وداخل من اوضته للمطبخ، وشافها بقى وهات يا زغزغه ويا ضحك وهيييييي. راح يا ستي لافعها على ايده وشايلها كده اهو، ولافف فيها المطبخ كله، وصوت ضحكتها بسم الله ما شاء الله رن في الفيلا كلها. ما شاء الله تبارك الله، ده انت اللي هتترني علقه وهنط في كرشك لو ما تلمتيش. اخص عليك يا حاج، اخص عليك. تاني تاني. ايه تاني دي يا اختي؟ هو انت كنت اتلفحتي اولاني عشان تتلفحي تاني؟ انت كان لفحك قبل كده؟ لا يا اختي والله ما اتلفحت. قولي لي بقى المره دي هنسكت يا انهار. البت دي مش سهله، دي تربيه حواري ياما، دي فاهمه هي بتعمل كويس ايه. لا وحلوه ونخشه وصغيره كده وموظوظه، والرجاله بتتقلب عيال. لا بتريل يا اختي على النوع ده، بيريلوا على النوع ده. ولو اي واحده فينا فكرت تقف قصادها هتنسفها كده، هتدمرنا. امال انت عايزانا نعمل ايه؟ نقف نسقف لهم ولا نقعد نزغرط ونصفر ونحيي ونشجع؟ ولا نشد في شعرنا ونصوت؟ يا بنت اسكتي شويه خليني اعرف افكر. الله مالك يا بنتي، بتقولي كلام غريب قوي يا انهار. ما تقطعي حبل افكار. خلاص يا اختي، خلاص خلاص يا اختي، خلاص استهدوا بالله كده وصلوا على النبي وخلونا في حالنا، وان شاء الله ان شاء الله هيزهق منها زي غيرها ونخلص. يا شيخه ونخلص. ربنا يكملك بعقلك يا ست هدى. يا اختي وفين الخلاص اللي انت بتقولي عليه ده؟
لما هو هيزهق ويجيب لنا واحده غيرها يبقى يرجع ابوكي لاخوكي واحنا نقعد نهري وننقد في روحنا لحد ما واحده فينا هتتشل ان شاء الله. وانا هطلع والعمل هي فكره بقى لها فتره عماله تور في دماغي وانا اوانها دلوقتي وحاجه من الاثنين يا هنرتاح كلنا ونحط رجل على رجل بكرامتنا يا اما هنتطلق ونترمي في الشارع رمية الكلمة بس بكرامتنا برضو. فكرة ايه دي يا نورة؟ سفلة سفلة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بحكي هو واخد واحدة في شقة مفروشة دي مراته. يلا ماتت ولا لسه خلينا نخلص من واحدة. طيب 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 يا اللي بتخبط هاتي طيب ومين ده بقى اللي جاي يبوظ عليا الليلة بقى؟ مساء الفل على عيوني العسل. دسوقي صباح الجمال والشقاوة. وشعبان هو في ايه؟ انت مش قلت ان المدام مش موجودة يا عسل؟ ايوه بس ليه؟ يبقى تخش يا زبان. ازيك يا اسمك ايه؟ عندك كوباية بقى كبيرة؟ يما يا حبيبي. يما شحاتة يعني مات. الله يخرب بيتك يا سليم يا اشقر. يا علي يا علي ايه النور ده؟ انت نايمة من امتى حياة؟ مش فاكرة. ده ايه اللي اخرك كده؟ ابدا الكلام خدنا. وانت ايه اللي منامك بدري بس دلوقتي؟ تعبانه يا علي تعبانه جسمي مكسر. تعبانه تعبانه من ايه؟ وانت بتعملي حاجه بذمتك يعني؟ ده سؤال. طب بقولك ايه يا حياه، ما تقومي تصحصحي كده وتقعدي معايا تتفرجي على التلفزيون. النبي انت رايق قوي يا علي، جسمي مكسر عاوزه انام. روح اتفرج انت لو عاوز. لا مش عاوز، مش عاوز حاجه خالص. اطفي النور ده بقى. يو يا علي. اشرب اشرب وانبسط. مش شايف وشادي وبرتب. هذا المطلوب. اثبت بقى على كده. على شعبان الواد شحات استوى على الاخر. يلا خد زبادي وخش الاوضه جوه. جوه جوه ايه؟ الله يخرب لك تذكرتي ولا ايه؟ خد زبادي وخش جوه عشان خاطر المهمة. مهمة. مهمة ايه؟ الله يخرب بيتك ويخرب بيت ايامك. زبادي خد الواد شعبان وخش جوه عشان خاطر المهمة. تعالى يا وادي يا شعبان. تسعد ابني معاها معاها. ايه يا شيخ؟ تزوقي تزوقي. أم رايحين فين؟ أم رايحين؟ أما أقول لك كل حاجة بس بيجي عليك الدور. يا ريت تقول لي عشان أنا ما أعرفش. أنا طالب منك طلبين. أمرني. والطلبين من غير سلطات. حلوة مضروب حلوة. الطلب الأول إيه؟ تقول لي هم رايحين فين؟ سهلة. والطلب الثاني ايوه تقول لي هما يعملوا ايه عشان انا ما اعرفش. ايه اللي بتقوله؟ انت مش متجوز ولا يا شحات؟ انا متجوز بس على خفيف يعني. حلوه حلوه مضروب والله. توعيات ابوك يا رب ابوك يحبك. تقول لي هما يعملوا ايه؟ يا عم سيب الجلابيه واقول لك كل حاجه بس واحده واحده كده معايا. علشان ايه؟ علشان المهمه. وانا تحت امري المهمه. مية مية. زي ما اتفقنا انت هتجيبي سيره لبنان اللي انت نفسك تسافريها، والمهم ما يخرجش من هنا
إلا لما يقول اسم الراجل اللي فواز هيشتغل معاه وفواز هيسافر معاه إمتى. وسيب الباقي علينا إحنا بقى. دي حاجة سهلة قوي قوي. تمام. تيجي نسخن شوية لحد ما هو يستوي. اهدي اهدي نسخن ايه؟ انت غبية هتبوظي المهمة. يوه يا اخويا مسي رأفت الهجان كان في مهمة. كان بيعمل كل حاجة. وبعدين انا سخنت قوي قوي من الرقص. خايفة القطر. صدقي انت زبالة. جيبها كده وتخش عليها كده. فهمت يا تسوي؟ يعني قصدك اجيبها كده واخش كده. يا وي يا ليتك السوبر يا سعاده وكمان جايب راجل في البيت. يا عم اوعى كده مين ولا الخرفره دي؟ ما تفهمنيش غلط يا سعاد، البنت جوه في اوضه النوم. المدام يا زفت يا شحاتة. يا لهوي يا خرشي قوم غضبان قوم قوم، ده انت ليلة اهلك سودا مش مقدية النهاردة. قوم قبل ما اقوم عيالتك وشوفي بيكلمك في ساعة زي دي. يا في ايه في نيرتك السودا دي؟ تعبك كده السنين واقع. وريني وريني الزوجة التانية. يا خبر اسود، هو سيب بعقل ده انا هوريك كل الالوان. يا ولية يا ولية يا ولية يا ولية اهدي شوية اهدي شوية وانا هفهمك. فهمني ايه؟ زوجة تانية يا عرة يا عرة. طب ما تشاطر على الاولانية الاول. ها افصلي شوية يا لودي بتتصل تاني. استني لما اشوف عايزة ايه. الو. ايوه يا شحات. ايوه سميحة. وكمان بتردها صوت. خير تحت امرك. في مصيبة يا شحات. مصيبة ايه؟ بطلت يا راجل بدل ما اكلك بسناني. هو في ايه؟ ما تسكت اللي جنبك دول. لا 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 مفيش حاجة، دي خناقة في الشارع. ما انت عارفة العيال بتوع التوك توك. هو في حاجة؟ في مصيبة يا بجم. هو انت مش عارف حاجة ولا ايه؟ ها؟ لا لا معرفش، اصل انا كنت نايم. طيب طيب هشوف واكلم حضرتك. مع الف سلامه. يا وليه حرام عليكي. انا رايي انك تتشاهد وتنام على جنبك اليمين علشان الموضه تبقى شارق. هو بقى بس هو بقى في سرير عشان انام على جنب اليمين. يا وليه عايز اقول لك دي الست سميحه مرات الحاج فواز. وكاتبها الزوجه الثانيه. هي رقمها كده عامل ايه؟ غبي غبي يعني. ايه يا اختي؟ قال لك المخزن حصل له حاجه؟ مخزن ايه؟ هو ده يبقى حاجه؟ الراجل مش عارف اي حاجه اصلا وفي سابع نومه. ما يمكن يا اختي ما يعرفش. ما هو قال كده برضو. انا بدا الفار يلعب في عبي. ما هي بصراحه حاجه تمخل. معلش يا اختي الغايب حكيته معايا. ما هو احنا لو عرفنا مين اللي كلمه هنعرف فيه ايه. السلام عليكم ورحمه الله. فواز خير؟ ايه اللي حصل؟ كنا عم ناس اصحابنا واحنا راجعين سياره تحشت علينا. مايا ما عرفت تصرف. لقينا حالنا فايتين بشجرة، صارت السيارة مثل العجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش تخلي بالك. ألف سلامة عليكي. أنت شكلك كده عايزة تشوفي غلاوتك عندنا. الله يسلمك. رح جيب لك شي تشربه. تسلم بشكر. كنت مراهنة نفسي إنك رح تجي بسرعة. وهو أنا أقدر أتأخر عليكي في حاجة زي كده؟ ليش ما بتعرف إنه أنت السبب؟ إزاي؟ سرحت بكلامك الحلو ونسيت نفسي أنا وسيئة. لا ماليش حق كده، أنا كده غلطان. ما قد ما بتضلك تنق على العرس هيتنا رح نتأخر غصب عنا. لسه بدري قوي على الفرح، وعلى ما يجي هتكوني بقيتي زي الفل. دكتور قال لي حتى أبقى جمعة بالتخت وأبقى أتحرك بعدين نتفة نتفة. نتفة نتفة؟ ده أنت تتحركي براحتك خالص. تفضل يا فواز بدريقك قبل الأذان. لا كتر خيرك متشكر قوي، انا لازم امشي على طول. ما يصحش اقعد بقى في وقت متاخر كده. بيا ما لحق يخلص شغله وقال رح يجي بعد بكره لانه ما عنده غيرها وانت بتعرف. لا براحته خالص، واي حاجه تحتاجوها لحد ما يجي انا موجود. العربيه خلص راحت للكسر. فداكي فداكي الف عربيه بسيطه هيك هيك كان بدك تغيري.
هينا رح نقضيها بالتاكسي، لكن اجا البابا وشاف لنا شي حال. تاكسي وانا موجود برضو. على ما تخفي وتقومي بالسلامة ان شاء الله هتكون اجدع واشيك واحلى عربية موجودة قدام الباب تحت، ومعاها اجدع سواق. احنا ما عندناش حريم بتسوق هنا. عن جد عم تحكي؟ طبعا دي اقل حاجة نقدمها لست الكل. بعدين انت مش قلت ان انا السبب؟ خلاص من اتلف شيء عليه اصلاحه. انت بتجنن يا فواز. بس هيك كتير يا فواز. كله بما يرضي الله. يا زينب ما خرب بيت مخك يا بنت. يا زينب. ايوه يا ست جاية. يا بنت عامله لك شنطة هدوم كده غسيل تاني. يا بنت لا، دي هدوم علشانك ما تنسيش تبقي تطلعي تاخديه. ياخد عدوك ربنا، يا رب يخليك ويكتب لك السعد والهنا يا حبيبتي يا ستي. ديك على قد نيتك يا اختي. يا رب يسمع منك يا رب. ده انا اللي هسمع بيكي الخلق ولم عليك امي. لا اله الا الله يا نار. ده انا تضربي لي ليلتي يا بنتي. يا جزمه في عيال في البيت عيب نسمعهم فضايحهم. استهدي بالله يا ستي، ما ينفعش. مش اصول اللي بتقوليه ده. اطلعي منها يا اختي انت، مفيش دعوه خليها تعمر. وانتي لاهلك بتتحشي في اللي مالكيش فيه ليه؟ اما انت صحيح غريبه، جوز دراري وماسكين في بعض، انت ايه اللي حصلت في النص؟ لا انتوا الاثنين، ده انتوا عيله تشيل. ربنا ايه؟ ربنا ياخدك يا شيخه. يخرب بيتك، عاجبك الفضايح اللي انت بتعمليها لنا في البيت دي؟ وانت يا اختي يعني عاجبك انك تضربي لي ليلتي؟ يا اختي هو مش كان عندك وهج منك؟ لا يا حبيبتي، المفروض لما يرجع يبات عندي. والله كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه. لا يا حبيبتي، ده انت اللي طماعه وعايزه تجوشي على كل حاجه. مش كفايه يا وليه ان انت عماله تدحلبي له لحد ما بقيتي سره؟ عايزه ايه تاني يا انهار؟ يا اختي انا مش عايزه حاجه، انت اللي طالعه لي زي المدفع، انت اللي جايه بتقولي الشكل للبيع. ماشي يا انهار. طب قوليلي، ما قالكيش هو كان فين؟ ايه اللي حصل عشان يتنفض ويسيبنا ويمشي؟ ومين اللي كلمه؟ يا دي النيله يا بنت، انا مش قلتلك البضاعه كانت هتتسرق؟ والحمد لله ما حصلش. طب لما هو الحمد لله ما حصلش، ما رجعش في حضني ليه يا حبيبتي؟ ابقي لما يرجع اساليه يا غلاويه. حياتي عامل ايه؟ انا كويسه قوي. لا يا حبيبي انت براحتك، الله روح تيجي اللي انت عايزه. اطلب منك طلب يا حاج، عايزه اروح لامي بعد الفطار اقعد معاها شويه. ممكن يا اختي؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ايوه برافو يا حبيبتي. طب لو جمعنا بقى ده مع ده هيطلع كام؟ 50 يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبتي، برافو برافو يا اختي. انت على طول نايمه على ودانك كده ومش حاسه بالدنيا. في ايه يا سميحه؟ مالك صوتك عالي كده ليه؟ في ان الهنم اللي تحت فاكه نفسها الزوجه الوحيده الفواز بيه، والباقي سلطه. طب قومي يا حبيبتي، قومي ادخلي اوضتك يلا. انهار عملت ايه تاني يا سميحه؟ عملها اسود ومنيل بستين نيله. طماعه يا سميحه، انت كل شويه تعملي مشكله في البيت. وامبارح يا اختي كنت هتخلينا نخرب بيتنا بايدينا بشك كده يا اختي اللي ملوش اي لازمه. والحمد لله زي ما انهار قالت، ازمه يا اختي في شغل. دلوقتي عايزه توقعينا في بعض؟ هترتاحي يا اختي لما البيت يولع؟ بكره يا اختي لما يطلقك ونرتاح منك ويرميكي في الشارع زي غيرك هتقولي سميحه قالت. ساعتها بس هتقولي متشكرين قوي لك يا سميح. طلقني؟ انا كان قلبي حاسس. على فكره الحاجة هيفطر النهارده عند اخته حيه. يا ساتر يا رب، شفتي عايزه تفرتني ازاي؟ يا رب يا اختي تموتي بقهرتك واخلص وارتاح منها. هو قال لك يا اختي انه هيطلقني؟ يا اختي توكسي، هو بيقول حاجه لحد غيرها؟ احنا فين وانت فين؟ اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل. وسع يا عم وسع. اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل. وسعه وسع. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام على من اتبع الهدى. علي افضل الصلاه والسلام. الحمد لله على السلامه يا حاج. ازيك يا هنيه؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حاج، كل حاجه جميله. الله، حلو قوي جمله كل حاجه جميله دي. البني ادم لما تبقى نفسه صافيه وعينه حلوه بيشوف كل حاجه جميله. الله جميل يحب الجمال يا حاج. على الله يا مدام هناء تكون العلاوه اللي صرفها لك الحاج بمناسبه عقد قرانك تكون ادت الغرض.
طبعا طبعا يا حاج، كتر الف خيرك. لو في اي بوسطه ولا اي حاجه بدخلها لك، انما بعد صلاه الظهر. مبروك. تقبل الله يا حاج. شكرا يا عم عبده. شكرا لله يا بيه. عارف يا شحاته انت بتفكرني بيه؟ ايه يا حاج؟ بتفكرني بالمنبه اللي جنب ودني في كل اوض نومي. اكره رنته مع ان انا اللي ظابطه. يا حاج انا محسوب اكل لحم كتافي من خيرك. يا عم احنا محاسيب ربنا. ها نمره اتنين طلبتك تاني؟ لا ما اتصلتش بعدها يا حاج. يا منجم يا مالك حلو. والعربيه؟ وصيت عليها زي ما امرتني. حلو. والسواق؟ جاهز ومستني اشاره سعادتك. البركة. روح شوف بقى ورانا مواعيد ايه النهاردة. ما تأخذنيش يا حاج، هو حضرتك هتشتري العربية ال شحاتة ده ولا ايه؟ ده شحاتة اللي بيتكلم؟ ده شحاتة ده؟ يا شحاتة. روح يا شحاتة. حاضر. روح شوف ورانا يا ابني. حاضر يا حاج حاضر. ألو. يا رب تكوني أحسن النهاردة. لا أنا في الشركة. لا أنا قاعد بطول النهاردة. لا طب بصي بصي هكلمك تاني بعدين. مع السلامة. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. قول مين وصل وهيموت عشان يشوفك. مين؟ صفات يونس. حلو. مين صفات يونس؟ يلا افتح بقك. هم هم انتش فاكره ازاي؟ صفوت اللي كان معايا في الجامعه يا حاج. الله هو بس سافر وانا طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما كملتش. صفوت يا حاج معقوله مش فاكره؟ الله يا ابني انا دماغي فيها اللي مكفيها ما بقتش تقدر تشيل اللي هيتقطر عليه بس. ربنا يديك الصحه يابا ويخليك لينا. الله يكرمك يا بنتي. والنبي تاكل بقى. سيبك منها سيبك منها انت صايم دي بتتدلع. يا ستي تتدلع براحه راحتها. بكره هتصوم مش كده؟ وما تصومش من النهارده ليه؟ تتعلم الصوم ماشي؟ حاضر يا خير. يا حبيبي تخيلوا. ما تقعدي بقى يا حياه احنا مش عشان نقعد ناكل لوحدنا. اقعدي كلي معانا يلا. يا رب بس اللي جوه ده يفضل ساكت. ربنا يبارك لك. ياه بس انا فرحان فرحان اني اشوف صفوه ده النهارده. مش عايز اقول لك ازاي يا علي. فرحه فرحه. ما هو بيني وبينك بقى فواز احلى حاجه في الدنيا الصحوبيه بتاعه زمان دي. أيوة. صحوبيه لا فيها مصلحه ولا فيها طمع ولا اي حاجه. بقى عندك حق يا علي يا ابني. صاحب العمر زي ما يتعوضش ابدا. عارف ليه يا حاج؟ لانه ده الحاجه الوحيده اللي انت بتختارها بمزاجك انت. انما كل ما عدا ذلك بقى فهو مفروض عليك حتى الجواز. نعم يا اخويا. الا اذا كان يعني مرتبط بالحب والود يعني. كده تمام. اما في ناس جبانات بشكل. طيب احسن يا حاج. عسل والله يا ابو نوح عسل. ماشي يا علي ماشي. خلاص بقى. اخبار الشغل يا ابو نوح؟ الحمد لله ماشي. الحمد لله. مش ناوي بقى تيجي معايا؟ الموظفين اللي عندي كل اللي يهمهم في قصه الضرايب دي مرتب اخر الشهر. انما انت لو جيت معايا على الاقل هتبقى بتخاف عليا ولا يا حاج؟ طبعا يا ابني. عايز اقول لك على حاجه يا حاج فواز. قول. كل شيء في الدنيا اسمه نصيب، وانا شخصيا راضي بنصيبي اللي قسمه لي ربنا من رزق. الحمد لله. الجرأة يا فواز. الجرأة يا اخويا. ما تاكل ايه انت مكسوف ولا ايه؟ وايه اللي يعكننه بقى في اللي انا بقوله؟ ما كل واحد حر في نفسه. مش كفايه ان انا ساكت على اللي بيديهولي كل شهر بقولها حاجه بتتم بين اخ واخته؟ فواز نفسه يعمل لنا اي حاجه يا علي، وده من حبه فينا. والله العظيم عارف. عشان كده نفسي ما اطلعش قليل قدامه، نفسي ما يحسش ان انا بمد ايدي واكبش من خيره. هو انت لما تشتغل معاه تبقى بتكبش منه؟ بص يا حياه، واضح قوي ان القصه دي كل ما بنفتحها بتفتح علينا ابواب مشاكل ما بتخلص. وانا شخصيا مخنوق من المشاكل دي. عشان كده عشان خاطري سيبيني الحق اروح اصلي العشاء. يا علي انا زهقت والله العظيم زهقت. مش عاوزه اتكلم واحنا في ايام صعبه مش باين لها ملامح. يا علي ما حدش عارف بكره فيه ايه. انا كل اللي عاوزاه ان احنا نامن نفسنا ونبقى حياه. انت عارفه كويس قوي ظروفي من اول ما عرفنا بعض، وانا ما ضحكتش عليكي. ما دام رضيتي يبقى استحملي. أنا مستحملة عشان بحبك يا علي.
ما بتحرمنيش حياتي اني ارفع راسي قدام اهلك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. ايوه ايوه سامع الباب انت؟ ها امهر ايه المفاجاه الحلوه دي يا اخويا؟ خد مني دراعي خدل يا حبيبتي. طب ما كنت تكلميني انزل اخد منك الحاجه بدل ما اطلع بيها على السلم. اخيرا يا اختي افتكرت ان ليك يا اهل وجاي تطمني عليكم. يا اختي وحشتيني. يا رمضان كريم. الله اكرم. الله هو كل سامع بلوبه اداك اذن تزوري اهلك ولا انت جايه من وراك؟ ما تدخلش عليا بالحامي قوي كده يا تسوقي، شويه لما القط نفسي. حبيبتي سيبك من الكلام ده، انت وحشاني وانت كمان. انت يا واد ما بتعديش عليا ليه؟ امال فين المزغوت شعبان؟ راح فين؟ نزل من شويه. انت ايه ما جبتيش معاكي مين عامل ايه؟ معلش هجيبه معايا المره الجايه. يمكن يكون بيستحر من ست ولا من خلاله. ما احنا راضي البطه السوداء. بطه ايه وزت ايه يا تسوقي؟ ده وقته كلام زي ده؟ اسم الله يا اختي. يعني اللي جه وقاله الشملول جوزك هو اللي كان يتقال؟ قال ايه ياما جوزي؟ ولا كان جاي ليه اصلا؟ مش كان جاي يعمل الواجب؟ مش كان جاي يطمن عليكو؟ اللي شايف منكو المرة الوان وشرب القسى كاسات، ومع ذلك عمل بالواجب وعمل باصله وجاي يطمن على اهله واهلي، وانتوا نزلتوه دمه محروق. طب اسكتي اسكتي واكفي على الخبر مجهول. بقولك ايه يا نهار؟ ونبقى فارق وايه اللي انت بتقوليهم كل مره دول؟ خلاص حجزناهم. بتسمعيهم من ساعه ما اتجوزت يا هاني؟ من يوم ما اتجوزت يا اخويا وانا بحاول افهم فيك. ده ابن عمي وجوزي وابو عيالي، ومش هسمح لحد يهينه ولا يعكر دمه. يعني ايه الكلام ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده تهديد ده ولا تسميه ايه؟ افهمه زي ما تفهمه يا اخويا، المهم تسمعه كويس. جرابت ما تفوق لنفسك يا حبيبتي، انت جاي على اخواتك عشان راجل؟ الراجل ده يبقى جوزي ياما وانا مراته. مراته؟ اسم الله مراته. ده انت حالة نمرة، نمرة بلست طويلة عريضة يا نهار. كتر خيرك يا اخويا، يا ابن امي وابوي. على فين يا نهار؟ ولا انت مش طايقة تقعدي بيت ابوكي؟ زي ما بتقول كده يا اخويا، ده بيت ابويا وجاي اشوف اللي فاضل لي من اهلي فيه، واللي لسه فاكر اني اخته. جرالة ما تفوق لنفسك، شيل البت من دماغك. عيب البت مهما كانت ولية ومش بإيدها أي حاجة. النبي يا أم خليك أنت بس في التراسين، مفيش دعوة بينا. خد نايل بلا هم. أمال سبتنا ليه بره وجيت قعدت في أوضتك لوحدك؟ أنت عايزاني أقول لك إيه يعني؟ أنت عارفة إخواتك مش قادرة أستحمل أنا الأسلوب بتاعهم ده، اتخنقت. يا ود أنت أقرب واحد ليا في البيت ده. تعرف؟ مع انك الصغير بس ساعات بشوف فيك ابويا الله يرحمه، وبحس انك ضهر اللي بقيلي. ربنا يخلي لك جوزك. اي ست في الدنيا مهما عاشت واتجوزت وخلفت بتفضل متعلقه في قشايه بيت ابوها، ولو اتقطعت بتحس كانها اتعرت في وسط زحمه الناس والكل بينهش فيها. اوعى تقطع القشايه دي. أنا هتجنن متلخبط من بيتش فاهم أي حاجة. أنا بشوف منهم اللي يخليني أشيل من جوزي، وبعدين بشوف فيك اللي يخليني أحطه فوق راسي. أنا مبقتش عارف مين ليه حق عند مين. أوعى تكره زيهم. الكره بيعمل عين وبيقسي القلب ويخليك تيجي على أقرب الناس ليك. وأديك شايف إخواتك كرهوا فواز فجم عليا وسمعوني اللي عمري ما كنت متخيل إني ممكن أسمعه حتى من ضرايري. ما هو ده اللي هيجنني. انت ازاي يعني قبل ان كل شويه يتجوز عليكي ويجيب لك دوره تقعد على قلبك كده؟ صاحبك على عيبه، وبعدين هو مين فينا خالي من العيوب؟ ايوه بس دي كرامتك. عمره ما داس لي على طرف ولا عمره مسها زي ما اخوك المعفن ما عمل دلوقتي. سمر
انا كل اللي عايزه من الدنيا دي ان اشوفك مرتاحه. راحتي في قربك مني وحنيتك عليا، اوعى فيهم تبخل عليا بيهم. ماشي ماشي. وصفوت وفريد وزي ما انتوا ما اتغيرتوش برضو. انت اللي اتغيرت كتير قوي يا صاحبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بالحضن يا حبيبي، بالحضن. ازيك يا فريد؟ اهلا زكي. سلام للتقوى والهدى والبشار العيد اللي على الابواب. حبيب قلبي يا فواز، انا بقى عايزك تقلع العبايه دي وتفك نفسك. ها الله، ارجع الله فواز بتاع زمان. والله اقعد اقعد كده برضه يا زكي، هتضيع لنا الصيام والعمره. دي شويه تفاريح يا فواز، وبعدين احنا هنا اصحاب، عايزك تاخد راحتك على الاخر. ها سيبوكوا بقى من شغل التلات ورقات ده، وطمنوني عليكم. عاملين ايه؟ زي ما احنا، بس ده شويه هم على شويه نكد، وادينا عايشين زي الطير ما بيعود عيشه. زي الطير متعود عيشه، زي الطير متعود عيشه، زي الطير متعود عيشه. بس بس يا حاج الطهور، ربنا يتوب عليكم. ربنا يبارك لك يا اما ويتوب عليك. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا عم فواز، ما تغني معانا يا عمنا. حد الله يا عم، انت عارف اني ماليش فيه. يبقى تشد النفس ده يا اختي. ايه اللي ده في شهر رمضان وشهر مفترض؟ انت هادي يا يحيى، مش كنت باك ليفت زمان؟ يخيبك يا جماعه، ده احنا في شهر رمضان، شهر المغفره، ينفع الكلام ده يا مصفط؟ هنعمل لهم ايه بس يا حاج؟ هنعمل لهم ايه؟ ما هم اصحابنا، والمثل بيقول لك صاحبك على عيبه، واحنا طول عمرنا نقول لهم حرام وهم ما فيش فايده. ايه اللي جد يعني؟ حبه تفريح بدل ما الطاق، خدناها جد قبل كده، وصلنا لايه؟ زي ما انت يا فريد، زي ما انت. وزي الطير متعود عيشه، زي الطير متعود عيشه، زي الطير متعود عيشه. سوي ولد، سوي سوي، كله تمام والحكايه ظبطت. شش، اكتم دلوقتي. اكتم دلوقتي ايه يا جدع؟ افهم يا ابني، انا جاي افرحك. ايه ايه يا مسغود، كنت بتقول له ايه؟ قول، ما انا نفسي افرح معاكو. نور، لا ده مفيش حاجه، ده اصلهم ادوني علاوه في الشغل وكده. يعني انا عارفه انك انت بتحب الكنافه البلدي، عملت لك صينيه، تعالي كلي معايا. معلش يا ماما، ماليش نفس، اتاخرت ولازم امشي. ما بدري يا نهار. بدري من عمرك يا ماما. حمار يا ابني، طول عمرك مدب ومسحوب من لسانك. بس ما تقولش مسحوب من لسانك. وبعدين انا مش عارف انها هنا. بتتودودوا على اي واد منك له؟ يا لهوي، ما ترحمني بقى، ارحمني كمان. عايز تجيب منها عائله عشان يقسم لي في اللي حتسبهولي؟ يا بت فال الله ولا فالك، حد يقول كده؟ دي الملف السعد برضو. انت بتبشري على ابوكي؟ يعني انت جوزتها وقلنا ماشي؟ معلش، راجل قاعد لوحدك في البيت اهو، واحده تونسك بدل ما انت قاعد لوحدك بس تخلف منها؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وانا قلت لك انها حامل؟ انا بقول لك نفسي، نفسي. هتحاسبيني على اللي في نفسي كمان؟ طب عيب عيب، انت داخل على الستين، يعني اسكيوز ميه، بقيت تشطيب. لم الدور، عيش لك يومين حلوين، اتدلع فيهم انبسط، بدل ما تخلف وتجيب عيال ووجع قلب وهم. فشر. ابوك لسه بصحته، واساليها. ريلي؟ اي ام فيري سوري بقى، بصراحه دي وسعت منك. خلاص قفلي على الموضوع ده، انا اساسا جاي لجوزك. هو فين؟ عايز منه ايه؟ حاجه ما تفهميش فيها، هبقى اجي له بعدين. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حماية العزيز؟
ازيك يا جوز بنتي؟ جيت في وقتك، عاوزك. بابي اوعى. بابي الله يرحم امك، اتوكل انت على الله، عايز اتكلم مع الراجل. لا مؤاخذه يا حاج. سلولي يا بيبي سلولي، يلا اعمل لنا حاجه نشربها بقى. حاضر. يلا عسل. عاوز اتكلم معاك في كلمتين. ومالك بتتنفض كده ليه؟ تعالى نتمشى شويه في الجنينه. يلا. فواز يا ابني، انا وقعت بالسما وانت سلقتني. خير؟ بس انت محتاج فلوس؟ لا فلوس ايه، انا في ظروف ما ينفعش فيها الفلوس، انا في ازمه لا ينفع فيها لا مال ولا بنون. يا ساتر يا رب. خير ان شاء الله. مش عارف اجيبها لك ازاي. جيبها لي دغري. هو في احلى من الدغري؟ خلاص بالاخر كده هجيبها لك على بلاطه بقى. قول لي بابي، جبت لك عناب تشرب، يمكن تهدى شويه. لا انا مش عايز. خلاص بقى اتكل على الله. هو في ايه يا عم شهيد؟ والله يا فواز يا ابني، انا في البيت رقبتي بقت زي السمسمه، جربت كل وصفات العطار لكن مفيش فايده. هي دي الحكايه. ده انت حكايه. والله مكسوف منك يا عم. انا ارحم من غيري. قول. لا لا كده هتزعلني، هتخليني اندم ان انا فضفضت معاك بالكلمتين دول. اولا بلاش عناب. ليه بلاش عناب؟ ده حتى ساقع. انت جاي تشرب ولا جاي تفهم؟ لا جاي افهم. يبقى بلاش عناب. خلاص بلاش عناب. ثانيا تاخد حبايه من العلبه دي بعد الاكل بساعتين وهتدعي لي. أبوس إيدك. أستغفر الله. أبوس إيدك يا جوز بنتي. ثالثا ترشيد الطاقة. يعني إيه؟ يعني ما تبعترش البوس كده عمال على بطال. إيه ده؟ عشان تشحن. في الجون. في الجون يا جوز بنتي. وعلى رأي المثل إدي العيش لخبازه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اخص عليك يا منعم، وانا علبة الدنيا عليك. تعالي يا انهار تعالي. بسم الله ما شاء الله، منعم صوته حلو قوي في قرايه القران وبعرف اغني كمان. بس يا ودي يخرب بيتك احسن ابوكي يسمعنا ينيل عيشتنا. ده انا جسمي كله بيترعش يا حبيبتي من حلاوه صوته. عارفه وانا لما ببقى زعلانه بجيبه يقعد يقرا لي شويه، وساعات بغني كمان. يا ودي يخرب بيتك ابوك هيطلعني. يلا عشان تتصحر. بقول لك ايه يا انهار؟ نعم. انا يا اختي عايزه اتكلم معاكي شويه. روح انت لزينب خليها تاكلك وتنام بعد كده على طول. العيال دي كلت؟ لا يا اختي ما كلوش. روحي لحبايبي يلا عشان تتعشوا مع اخوك. يلا تاكلوا كويس، مش عايزه حد يسيب في طبقه حاجه. حاجه بص على الاطباق. ايه المزغوده عملت فيكي حاجه تانية؟ لا يا اختي مش حكايه سميحه خالص. امال حكايه ايه؟ مش عارفه يا اختي مالي، بقالي كتير كده النوم طاير من عينيا وحاسه بقلق وبحلم بالكوابيس كتير قوي. احكي لك يا اختي؟ لا يا اختي ما تحكي، اوعي تحكي، الحاجات دي بتتحقق. وبعدين مش صح، انت اول ما تصحي تزفي على شمالك ثلاث تفات وتستعيذي من الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو انا ليه يا اختي مش عارفه حاسه كده ان على طول فواز هيطلقني؟ عشان انت خايبه، وفواز ما بيطلقش واحده مخلف منها، وعشان كده ما بيخلفش من الرابعه اللي كل شويه بيجيبها لنا. انا ماليش حد يا انهار، امي ست كبيره ومش هتستحمل تشوفني مرميه بعيالي، دي ممكن تروح فيها. يا خايبه فواز عينه زيغه لكن عمره ما هيعمل حاجه وحشه في واحده مننا صدقيه. انت قريبه منه يا انهار، اوعديني يا اختي لو في يوم حسيتي انه ممكن يعملها معايا تقفي جنبي وما تسيبنيش. ما تخافيش يا هدى، ما تخافيش. ربنا يستر يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت فين يا شحاته من الصبح؟ حاج سأل عليكي 4 مرات. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ ما انا عايش مع جرمق في البيت عبال ما خلصت منه وجيت. جرمق؟ تخلفت ولا ايه؟ اخلف؟ اخلف ازاي؟ اخلف ازاي وانا اللي عارف لها اول من اخر؟ عمرك شفت واحده ست عباره عن كتله واحده من غير اي تضاريس؟ يلا اللهم اني صايم. يا شيخ ده انت مفتري قوي، حرام عليك. مفتري؟ الناس ليها 4 الفرازه
وناس ليها واحدة بأربعة حجم عائلي. هو ناوي على الرابعة ولا إيه؟ وأنت مالك كده وتخليكي في حالك، ده أنت رخمة أوي. بقول لك إيه؟ هو الحاج جوه؟ لا الحاج راح على المصنع وبيقول لك حصل. ماشي. آه صحيح يا هناء. هي حكاية الجواز دي كانت بجد ولا حركات عشان العلاوة؟ إذا كانت على العلاوة أجيبها لك وعليها جوز جنيهات هدية. إيه رأيك؟ بس أنتِ إنقذيني حتى ولو عرفي. رمضان كريم يا أستاذ الشحاتة. وحوي يا وحوي. يا إخواننا رمضان كريم. تعالى يا مرسي. اتفضل يا حاج. حط لها خلفاوي العبايه على الترابيزه دي. يلا بسرعه خلفاوي. قول لي يا مرسي. نعم يا حاج. اخبار التصميمات الجديده ايه؟ خلصت يا حاج، ومفروض شحاته يجيبها ويجي، وانا كلمته وقال لي ان هو في الطريق. حلو، روح شوف بقى وصل لحد فين. بعناية يا حاج. يلا. ايه يا شحاته؟ ايه يا مرسي انا قصدت. وصل يا حاج. معلش يا حاج اتاخرت، شارع زحمه قوي، وبعدين في طلبيات كتير قوي من دول. ده طبيعي يا شحاته، ما احنا داخلين على عيد يا ابني. خد منه التصميمات يا مصطفى. امرك حاجات هات. بقول لك ايه يا شحاته؟ ايه رايك في التصميم ده يا شحاته؟ اميزنج يا حاج. ايه رايك في التصميم نفسه؟ اميزنج يا حاج، يعني الله ينور. ده صوت شحاته ده ولا ايه؟ ده شحاته اللي بيتكلم انجليزي. انت بتاخد راي مين بس يا حاج؟ باخد رايك انا بقى. طب استاذن انا بقى يا حاج. اتفضل. بقول لك ايه يا مصطفى؟ امر يا حاج. انت هتعدي على محلات الهرم وفيصل، وانا وشحاته هنروح محلات ابويا. لازم نلاقي طريقه نصرف بيها البضاعه دي قبل ما نفتح المول. انت تؤمر يا حاج، بس بعد اذن اقطع كلامك يعني يا حاج، الحق اخطف العصر قبل المشاوير دي كلها. تعالى مرسي هنا. عصر ايه اللي تخطفه؟ خير يا حاج. استغفر الله العظيم يا رب. تعالى مرسي. اؤمر يا حاج. انت رايح تقف بين ايدين ربنا، رايح تسلم نفسك لربنا. ما صحش بقى تقول اخطف. ركز في الكلام ده يا مرسي، ده احنا بندور على رضاه. رضاه طول عمرنا بنتعلم منك يا حاج. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، كلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم. الحمد لله. ايه رايكم بقى نتوضى ونصلي العصر جماعه كلنا، وربنا يجعلنا من الخاشعين. امين يا رب. ايوه جاي رز على سيجا نجيبه مع الدنيا احلى. يا احنا كده قفشنا السكه اللي تجيبه ارض ارض. ناخد حقنا ونشفي غليلنا ونقول حق برقبتي. طب وهتعمل ايه مع امك؟ امك هتتجنن عشان تفهم احنا بنتودد في ايه. بقى حته امك، الكلام اللي بينا ده ملوش دعوه بلاده الحريم. امك تديها كارت احمر، ما تبصلهاش ولا كلمه يا شعبان. تقع منها كلمه كده ولا كده نلبس الاسره الحديد، واحنا مش وش ذلك. بقول لك يا تسوي، يا الحدوته بتاعتنا دي فيها طرف تالت. طرف يا اخويا؟ طرف تالت؟ تعبيط يا. طب والتليفون؟ التليفون اللي جالك امبارح في نص الليل واتسحبت عشان ترد عليه. انا صحيح ما سمعتش المكالمه كلها، لكن سمعت طراطيش كلام حوالين الحدوته بتاعتنا. بس سمع الحوار كله ابن والدي، ده انا معاك في مركب واحده. برافو يا شعبيه، برافو. تراقبني انا؟ ترمي ودني؟ يا غبي، دول اللي هينفذوا العمليه. انت فاكر انا وانت قدها؟ انا وحضرتك اللي عايز تعلق كلوكوز؟ تبقاش غالي بقى يا شعبان بقى، وخليك معايا ومفيش وقت. معاك معاك يا ابن والدي. تليفون يا استاذ زوقي. قابل. تيجي تطلع تدعي على الكورنيش وخد بالك حلا بس يا قمر. طلع العريس وعروس. ده انا اللي هطلع اهلك عليك القرف. هيا دي عرق يا زباله، عرق الرجاله. انت بتقولي ايه يا بنت؟ انت مش عارفه انا مين ولا ايه؟ اعرف انا مين ايه؟ انا هتجوزك يا روحان مجريه. ده انت مستقفيني ولا ده انا ادفنك مكانك؟ قولي يا بنت تعالي هنا. بنت اما تبت جريه يا رجاله. هي رجاله ماتت في 73 ولا ايه؟ ما تلحقوني يا رجاله. بنت خد يا بنت. وانا ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ عايز انت كمان يا بنت الحكايه كده؟ عيني عينك وفي رمضان كمان. البنت بتاعتي ولازم انا اربيها ولا اقرب لها اشرحها؟ شرحه ده انا اربيه يا كلب يا حصير. احسن امشي يلا امشي. يلا يا زباله يا رم احسن.
اهدي وبل ريك بعناء. تشكر حق. خلاص ما بقاش في اخلاق ولا ربايه. خلاص خدوا عزاهم بعيد عنك، ده انا نازله في امانه الله اشتري لي طرحتين، شوف يجرالي اللي يجرالي ده في لمح البصر. معلش حصل خير، حصل خير. احنا ما عرفناش الاخت اسمها ايه. هو انا جاي اشتري طرحتين ولا جاي احجز في مستشفى حكومه؟ لا مش القصد، هو قصد بصراحه يعني في كلمتين محشورين في زوري من اول ما شرفتينا المحل. وصبر على نفسك كل ده ليه؟ خد لك بقين من العناب ده بلعهم بسرعه عشان نخلص. بكلمك جد، انا ما بهزرش. اصل انت بقالك كم مره تيجي تنقي وتشتري، ويعني المحل عدم مؤاخذه مفهوش الا طرح وعبايات، وانت قصدك يعني عشان انا مش محجبه وكده؟ مش حاجه غريبه شويه؟ ما غريبه الا الشيطان يا حاج. انا هبقى اجي بكره انقي اللي انا عايزاه عشان انا اتاخرت. السلام عليكم. طب فهميني الاول يا حاج. كل واحد ادرى بظروف، واحسن حاجه ان احنا نسيب البيبان بترابسها زي ما هي عشان ما نوجعش دماغنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بيبان ايه وترابيس ايه؟ الله 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 الله، ده اللي سمعته طلع بصحيح بقى. سمعت ايه؟ شقاوة زمان دبت فيها الروح. وين قليل الأدب كان لازم يتربى. ومين بقى اللي صحصحت أيام الأكشن؟ أيه؟ قول لي مين؟ الحق يا حاج. في ايه؟ الواد اللي انت ضربته بالقلم جاب اهل منطقته وجه. جاب ايه يا اخويا؟ عربي ما فيكش راجل، ولو فيك راجل يطلع. رضا خد ابويا وخش جوه. لا بس ماكش فواز جوه. Oh, my God.